اللهم أصلح أحوال أمة الحبيب المصطفى، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ارفع الضرر عن المتضررين، والبأساء عن البائسين، وارفع الظلم عن المظلومين، وفك أسر المأسورين، وفرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم أكرمنا برضوانك والعتق من نيرانك، اللهم أكرمنا برضوانك والعتق من نيرانك، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم إلهنا عبيدك ببابك، إلهنا عبيدك ببابك، اللهم إنا واقفون ببابك، هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، حالنا لا يخفى عليك، ذلنا ظاهر بين يديك، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم ارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم طيب وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم طيب وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم ارحمنا عند الموت، اللهم ارحمنا عند خروج الروح من الجسد، اللهم اجعلها تخرج سهلة كما تخرج القطرة من فم السقاء، اللهم ارحمنا إذا غسلونا، وارحمنا إذا كفنونا، وارحمنا إذا حملونا على أكتافهم، وارحمنا إذا وضعونا في التراب، وارحمنا إذا وضعونا في قبورنا بين الجنادل والتراب وحدنا، اللهم ارحمنا إذا أهالوا علينا التراب، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند سؤال منكر ونكير، اللهم هون علينا ظلمة القبر، ونور علينا ظلمة القبر، ووسع علينا ضيق القبر، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار، ولا تجعلها حفرة من حفر النار، اللهم ارحمنا يوم الخروج من الأجداث، يوم العرض عليك، يوم ينكر الأبناء آباءهم، والأمهات والآباء أبناءهم، والكل يقول نفسي نفسي، اللهم ارحمنا عند الحشر، يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، اللهم اجعلنا في ذلك اليوم تحت ظلك، يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم اجعلنا في ذلك اليوم تحت ظلك، يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم يسر حسابنا، ويمن كتابنا، ويسر على الصراط عبورا
أمورنا وشفع فينا حبيبنا محمد. اللهم شفع فينا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ادخلنا الجنة بغير سابقة عذاب ولا حساب ولا حتى عتاب. اللهم لا تحرمنا منها يا أكرم الأكرمين. اللهم أرنا فيها خالقها العظيم. اللهم أرنا فيها وجهك العظيم. يا عظيم يا عظيم يا عظيم. متعنا فيها بالنظر إليك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر وسوء ما قضيت فإنك تقضي سبحانك ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ربنا من جميع الذنوب ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله اللهم الوارث منا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم إنك تسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا وترى مقامنا. ندعوك دعاء الخائفين ونسألك سؤال المساكين من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم ورغمت لك أنوفهم وذرفت لك عيونهم. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. يا عزيز يا غفور. اللهم صل وسلم وبارك على إمام أنبيائك سيد رسلك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.